مرحبا بكم في الاكتي ويك اند، مع سلامتكم الناس الكل تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. جوستومون برشا اسئله تتسائل على العيد، باش يكون فما حجر صحي والا لا. نذكر اللي الحكومه اليوم اصدرت بلاغ اقرت فيه ما اتخذته سابقا من اجراء التاريخ 8 جويليا، دونك اللي باش يطبقوا العيد في العيد الكبير عيد الاضحى اهمهم منع التنقل بين المدن، وما فماش اجراءات جديده خاصه بالعيد. دونك نذكر منع التنقل سنقل سيارات في العيد، اما في العيد الكبير دونك هو حجر صحي موجه. دونك هذا هي هكا باش يكون العيد. صباح الخير دكتور داك اللي هيدا، مرحبا بيك، شنو احوالك؟ وبيك عايشك وبالمستمعين الكل. مرحبا يا سيدي. الوغ نذكر اللي انت باش تستقبل تليفونات لي زوديتور نتاعنا، دونك ذكر نمرونا هو 31 380 الف، 31 380 الف. كان عندكم اسئله الدكتور لهيدا دو بريفيرونس، اسئله عندها علاقه بالقلب هكا ولا بالقلب والتلقيح، انا هذه اكثر حاجه والتلقيح. اكثر اسئله قاعده تجيني توا، ماذا بينا يسمعوها اكثر ناس. فوالا دونك جوستومون باش نحكيو على التلقيح اللي برشا عباد متخوفين سورتو اللي مرضى بالقلب، يقول لك هل يمثل خطوره على المرضى بالقلب بالقلب عفوا. دونك نبداو دكتور ذكر لهيدب، دونك التلقيح والمرضى القلب، شكون اللي متخوفين ونجم نطمنوهم؟ انا ديما نتبع الاسئله اللي قاعده تجيني من المرضى نتاعي، اللي هو توا بركه في الكهرباء يسالوا فيا نلقح ولا ما نلقحش، عندي القلب. دونك فما المرضى نتاع القلب، فما العديد من الامراض، فما الامراض المرضى اللي ياخذوا في الادويه نتاع السيوله لي زونتي كوغولون، ادويه نسميهم اللي يجريوا الدم، اللي يعرفوها العباد سانترون مثلا للجري الدم. هذوما الناس ديما يخافوا من الزريقه، والطب يمنعوهم من الزريقه، لكن الزريقه نتاع الفاكسان راهي جويده برشا وما تقلقش ما تسببش في نزيف. يعني ديما نختار شنو يخافوا، فماش نزيف في المكان هذاك، يحتمل تزريق شويه، اما هو بعد ما يعمل الزريقه الممرضه تعرف اللي باش تزرق لك وباش تقعد نازله اكثر، وانت زاد انزل شويه في المكان نتاع الزريقه هذيك، وما مش لازم حتى تعمل تحليل قبل. هو التحليل يعملوا ديما تحليل دوري، يعملوا مره في الشهر يعملوا تحليل نتاع السيوله. اذا كانت تحب تعمل تحليل قبل ما يسالش يعمل، اما راهو ما فيهاش خطوره على الناس اللي عندهم الادويه نتاع سيوله الدم. بالنسبه للناس اللي عملوا جلطه قلبيه قبل، ولا اللي عملوا جلطه دماغيه، واللي عندهم الادويه ضد الصفيحات لي زونتي اغريغون، اللي هما مثلا يعرفوهم المرضى، منهم الاسبيرين ومنهم دواء اخر، من ما نحبش نزيد نسمي اكثر ادويه. الادويه هذوما ضد الصفيحات ما فيهم حتى مشكل بينهم وبين التلقيح. يعني انت تاخذ في دواء ضد الصفيحات لي زونتي اغريغون، مش في قلقك التلقيح ومش في عملك حتى مشكل. حاجه اخرى، الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم لاحظنا بعد التلقيح، ممكن من المستريس، ممكن من التعب، فما ناس قعدوا برشا ما خرجوش ومن بعد يخرجوا يمشيوا يشدوا صف ولا باش يعملوا التلقيح، فما ارتفاع ضغط الدم بعد التلقيح. فما حتى دراسات عالميه ظهرت اللي فما يرتفع شويه الدم بعد التلقيح، يعني ياخذوا الدواء نتاع الدم نتاعهم قبل ما يمشي يلقح، ومن بعد ماذا به يقيس العشيه ويقيس من غدوه الصباح، يقيس عند ممرض ولا عند طبيب ولا عند الآلة نتاعو في الدار. ديما نلاحظوا شويه فما ارتفاع ضغط الدم، هذوما الناس يردوا بالهم اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم. داكورد. بالنسبه اللي عندهم قصور في القلب، قصور قلبي، يعني الناس اللي عندهم ناسيونس كاردياك واللي عندهم المرضى نتاع الانتفاخ نتاع القلب كل، ما فما حتى مشكله بالتلقيح. داكورد. ياخذ الادويه نتاعو، الادويه المدره للبول، الادويه المعتاد ياخذها، ما عندها حتى علاقه بالتلقيح. داكورد. دونك بريسك الامراض الكل تاع القلب ما عندها حتى مشكله مع التلقيح. ما عندهم حتى مشكله مع التلقيح، ولكن ديما فما ناس يخافوا. فما علاش جات التخوف هذا جوستومون دكتور؟ التخوف ما نعرفش علاش، فما ناس خاطر رجعوا ناس كي يقول لهم ناخذ في تريتمون انتيكوغولون، يرجعوه من السونتر من الاول، صار عدم فهم. داكورد. عدم فهم حتى من يخاف حتى الممرض. علاش احنا خاطر هذوما المراكز نتاع التلقيح ماهمش مستشفيات. كان جا مستشفى الممرض يكون يحس روحه محمي، والطبيب اللي غادي يحس روحه محمي، اما هو ما يحسش روحه محمي، كي يجيه مريض وعنده برشا ادويه هو بيدو يحب زاد السيكوريتي نتاع المريض تعدى قبل. انا نتفهمهم كي يرجعوا برشا مرضى من الاول، ما توا كي الاطباء كل قالوا ما فماش خطوره نتاع التريتمون انتيكوغولون، ما فماش علاش انهم يرجعوا عبد يقولوا برا ارجع ولا جيب لي تحليل ولا هذوما الحاجات. تو كي ترجعوا الانسان هذاك ينجم يضيع الموعد نتاعو وينجم يمرض اونتخو تون، معناتها وقتها تولي مشكله كبيره. داكورد. في الحالات هذوما كي يبدا واحد من المرضى هذوما بالامراض هذوما متقلق، يمكن ينجم يوخر في التلقيح نتاعو، شنو الحاجات اللي ينجم يقوم هكا متقلق يخلي دو بريفيرونس ما يزرقش نهارتها؟ انا بالنسبه لي اللي يوخر في التلقيح نتاعو ويبدا متقلق الا اللي عنده سخانه نهارتها، ولا اللي عنده مرض مالادي انفكسيوز ولا فيغال ولا حتى مونجين ولا حاجه، هذاك
هذاك يوخر، الوحيد اللي نجم يوخر بالنسبه لي ويرجع للطبيب. اما بالنسبه للمريض نتاع القلب وحتى كان تبدا الحاله نتاعو ماهوش مستقره برشا، هذا المرضى بالاخص المرضى نتاع القصور القلبي حالتهم ديما ماهيش مستقره ديما، انا نفضل انه ياخذ التلقيح نتاعو باش يجيه شويه اعراض جانبيه نتاع وجع راس ولا نتاع يحس روحه العضلات نتاعو كل توجع فيه، لكن الاوجاع في العضلات لكن تتعدى بعد نهار ونهارين وتتعدى ما تقعدش. واضح داكوردو. دونك نذكر نمرونا 31380 لو كان عندكم اسئله دكتور ذاك اللي هيدب. نحكي دكتور على الوضع البيئي الحالي بالطبيعه والتلقيح. دونك البارح سجلنا حصيله وفيات غير مسبوقه، 205 حاله وفيات، 6787 اصابه جديده بالفيروس. دونك شكون حسب رايك وراء الازمه الصحيه اللي عايشينها احنا توا؟ الازمه ازمه كبيره برشا هذه الازمه. الناس يقولوا الموجة الخامسة والموجة الرابعة نراها موجة بركة، خطرها عمرنا ما هبطنا، راه ما هبطناش في في عدد في التود بوزيتيفيتي، ما هبطش عمره، ما هبط في العشرين في الخمستاش، فما مدة صغيرة وقت اللي في آخر فيفري أول مارس العباد ولات حتى تعمل في مظاهرات بالألاف والعباد تخرج وتعمل في الاجتماعات المغلقة، وقتها نبهنا وطلقنا صيحات فزاع ولاو يتهمونا حتى انا نعملوا في السياسه، لان وقتها مانيش نعملوا في السياسه، انا وقتها قاعدين نشوفوا في الكارثه اللي باش تجي، وقلنا وقتها باش تعدى رمضان صعيب، وبعد رمضان قلنا راه باش تجي مشكله اخرى بعد، خاطر باش يصير تراخي في العيد، اللي صار تراخي في العيد هو اللي تسبب لنا زاد في المشكله نتاع العيد الكبير، يعني صارت لنا تراخي في العيد الصغير، تراخي وكل خروج اون ماس العباد اللي خرجت من تونس العاصمه والمدن الكبرى ومشاو المدن وزعوا الفيروس في المدن الصغرى، هذاك اللي صار في الاخر اواخر رمضان واللي هو سبب نتاعو الاولاني هو كل الاجتماعات اللي صارت والاجتماعات السياسيه وحتى الرياضيه زاد اللي صارت في فيفري مارس. فيفري مارس ما فماش اجتماعات مقابلات رياضيه بالجمهور، لكن فما اجتماعات مقابلات رياضيه بالجمهور صاروا في اول شهر جوان. دونك هذا اللي صار لنا نفس الموجه، ما هبطتش التود بوزيتيفيتي، المستشفيات نتاعنا قاعد ديما فما تبعوا، كان تبعوا النشرات نتاع وزاره الصحه ديما فما 2000 2200 شخص في المستشفيات، اللي احنا توا 4800 قريب 5000 قريب 5000 شخص في المستشفيات، يعني الموجه ما خرجناش منها والناس يتحلوا يتسيبوا. دونك شكون المسؤول؟ المواطن؟ انا ما نرميش ما نرميش على المواطن وما نرميش على وزاره الصحه وما نرميش اللجنه العلميه، انا ديما المسؤوليه الكبرى هي في يد الجهاز التنفيذي، شنو هي السلطه التنفيذيه نتاع البلاد هذه؟ هي اللي تقرر وهي اللي تقرر باش تسكر. تو احنا في اول جوان ونشوفوا فيها الخريطه نهار 21 جوان، شفنا كيفاش الخريطه الحمراء سليانة والقيروان. انت كي تعمل اجراءات استباقيه وتسكر الولايات هذه باش ما تقدمش، ومن بعد هي تو تونس كل حمراء. اللجنه العلميه تقول اللي وقت تلقى 100 حاله ايجابيه على 100 الف شخص راهي تولي حمراء. جا شكون ماهوش ما نعرفش طبيب ولا مش طبيب قال 400 على 100,000 شخص اللي هي ماهيش علميه برشا، وشفنا الحاله اللي وصلنا لها توا اللي احنا نعملوا في 800 في بعض الولايات تعمل في 800 و900 على 100,000 شخص. الحاجه البسيط نتاع الامل، انا ديما نحب نعطي شويه امل، البسيط نتاع الامل هو التود بوزيتيفيتي، عدد التلقيح الايجابيه، نسبة التلقيح الإيجابية على التلقيح بصفة عامة اللي هي وصلت حتى قريب ل 40%، تو احنا في 30. الوفيات ماهيش باش تنقص تو على خاطر هذوما الناس مرضوا عندهم أسبوعين، دونك من بعد ممكن نحتمل تبدا تنقص الوفيات بشوية. من بعد دكتور لهيذب، لكن احنا تو داخلين على عيد كبير، دونك أنت حسب رأيك فما باش يكون فما دي كونسيكونس للتجمعات، خاطر هكا نحب ولا نكره باش يكون فما تجمعات. بالإجراءات اللي قاعد نشوف فيها تو منع التنقلات بين الولايات، يعني تولي فما تنقلات، كان التنقل مهم ولا تنقل للشغل باش تنقص، معناتها اللي باش يصير لنا اللي توا في العيد الكبير مش كيما اللي صار لنا في العيد الصغير وقت شفنا الناس كل اخر رمضان العائلات والطلبه وكل خرجوا باش يوزعوا الفيروس، توا ما فماش تنقلات كبيره نتاع طلبه، ما فماش تنقلات كبيره نتاع ناس مش كيما العيد الصغير، انا حسب رايي باش تكون اقل من 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 العيد الصغير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. في الوضعيه اللي احنا عايشينها، هل انت مع الحجر الشامل الصحي الشامل والا لا توا حاليا؟ يلزم احنا نادينا بالحجر الصحي الشامل من اول رمضان. وقتها كنا نجموا نمنعوا برشا ارواح نتاع عباد، اما شنو يلزم تعمل كيما عملت بعض البلدان منها انجلترا، حجر شامل وحمله تلقيح كبيره ياسر. هذا ما صارش، وقتها التلقيح ماهيش متوفره في العالم، وقتها ما عملناش عمليه استباقيه نتاع شراء تلقيح. اما توا كي باش توفر تلقيح اذا كان تعمل تحب تمنع العباد وتمنع ارواح نتاع بشر، يلزمك تعمل حجر شامل وراه حمله تلقيح كبيره.
داكوردو دونك حتى مش هيري خر من زي لا مازلت باش طول خاطر الفيروس هذا المشكله فيه الصعود نتاعو كيما الطياره معناتها كي باش يطلع فرد مره والهبوط ديما يهبط بشويه بشويه معناتها النزول وعدد وفيات كل يوم راه مش باش نراه من غدوه العدد الوفيات باش يطيح يمكن يحتمل تود بوزيتيفيتي معناتها نسبه التحاليل ايجابيه باش نراهم يبدا ينقص بشويه لكن عدد الوفيات مازلت مانيش باش نقول لك راه غدوه باش تنقص العدد الوفيات. باهي تقييمك لمنظومه ايفاكس دكتور لهيذب؟ منظومة إيفاكس بدأت من شهر مارس بل كل شيء هل صار تقييم للمنظومة ولا أنا مراش لي صار تقييم خاطر فما برشا أغلاط بالخص في الناس اللي يقول لك اليوم ما نجمش نمشي ولا اليوم بعيد ولا اليوم عندي سخانة ما نجمش نمشي هذوك الناس قاعدين يضيعوا الرا فيهم قاعدين يضيعوا مش يلقاو موعد جديد ما يعرفوش شكون ولا اللي سي ريزيتاسيون مرا كبيرة جهة جارتها تقولها ما تمشيش ومن غدوه تبدل رايها تقول نحب نمشي هذاك هما الناس اللي قاعدين يذيعوا لازم نلقاو حل للناس هذوما لازم نلقاو حل للناس اللي عندهم الاحتياجات الخصوصيه اللي هي راها تصلحت يعني تقول انت نمشيو اكثر البورت ا بورت كيفاش نجموا كيفاش انا رايي من كيما عملنا انتخابات رئاسيه ولا انتخابات تشريعيه في نهار بركه عملنا ملايين عباد جاوا في نهار بركه نجموا نعملوا مكاتب كيما مكاتب الاقتراع وتجي الناس تلقح هذا اذا كان بيان سور اذا كان فما كميه الكافيه من التلقيح اللي هي احنا توا حسب وزاره الصحه فما قرابه 800 الف مليون جرعه موجوده ما تزرقتش هذوما علاش ما نستغلوش الفتره هذه باش نحسبوها كاينها انتخابات ونلقحوا للناس كل حسب مكاتب الانتخاب مثلا انا ناديت حتى باستعمال النسيج نتاع الاطباء البياطره اللي هما يعرفوا مليح يعرفوا مليح الارياف يعرفوا مليح القرى يعرفوا كل قريه شنو فيها وشنو قداش فيها من شخص وعندهم الوسائل عندهم سيارات رباعيه عندهم وسائل تبريد نجموا نستعملوا كل شيء بياطره نجموا يعاونونا في حمله التبريد نجموا هما بيدهم متطوعين معناتها كان تسالوا حتى عميد الاطباء البياطره تقول لك رانا متطوعين نجموا نستعملوه النسيج نتاعهم اللي هو متطور ياسر اللي هما يعرفوا كل بقعه في تونس حتى بقعه صعيبه يعرفوها دونك خاطر المشكله في التلقيح كما في تونس كما في العالم اذا كانت مدينه كامله كبرت تلقحها وفما مكان موش ملقح راه باش يعاود يدور الفيروس ويرجع في العالم اجمع اذا كان البلدان المتقدمه عملت تلقيح والبلدان مش متقدمه ما عملتش راه باش يعاود يرجع حتى البلدان المتقدمه باش يرجع الفيروس ما صحيح باش يرجع اقل خطوره خاطر اغلب الناس لقحوا لكن باش يقعد يدور الفيروس. استراتيجي نتاع التلقيح نتاعنا برشا الدكاتره يقول لك اللي غالطه احنا تبعنا اوروبا اللي هو المجتمع نتاعها اساسا متكون من شيوخ ومسنين احنا المجتمع نتاعنا متكون من الشباب عباد اكتيف بلزوم يعني اكتيف يمشيو يخدموا يلزمهم يمشيو يقراوا ما كانش من الاجدر ان نبداو بالترانش داج هذايا انا مش موافق على هذايا خاطر تصوروا لا قدر الله كان ما عملناش مليون شخص خذا جرعه وبالاخص الكبار 80 يعني 80 سنه و70 سنه وما لقحنا لهمش من مارس توا رانا نعملوا كيما ايطاليا في ابريل 2020 وقت اللي تعمل فيه قرابه 800 وفاه في النهار احنا كما عملناش الاجراء هذاك نتاع لقحنا المليون شخص من الكبار في السن رانا توا كارثه في تونس راهو ما فماش وين تدفن العباد راك دونك المنظومه كي بدات بالكبار في السن انا موافق 1000% على البدايه نتاعها لكن مش موافق عليه هو التسريع فيها انا ما نقعدوش في نفس الريتم علاش نقعدوا ديما في 25000 30000 نورمال اذا كان الاسبوع هذا يتلقى 25000 شخص من غدوه باش تطلع 50 وباش تطلع 100000 المشكله اللي صارت لنا اللي قعدنا ديما في نفس المستوى نتاع 25000 30000 تلقيح في النهار محتشم برشا معدل اللي هو ضعيف برشا اذا كان نحبوا احنا في سباق ضد الساعه مع الفيروس ولات السرعه نتاعو اكبر بالدلتا هذه ولا اكثر عدوى ماهيش نفس الاستراتيجيه لازمها تقعد دونك جوستمون بالميتاسيون تاع الفيروس هذايا دونك برشا تلقيح ماشيين يقول في ثلاثه جرعات ما عادش جرعتين ما عادش افيكاس دكتور لهيذب يعني ماهيش حكايه افيكاسيتي السلالات الجديده صحيح هي اكثر خطوره لكن اكثر عدوى هي اقوى في العدوى يعني في حتى انسان ملقح باش يمرض باش تجيه صحيح باش تجيه اخف شفنا حتى بعض السياسيين المعروفين مرضوا برغم التلقيح لكن ما جاتهمش حاجه مخطره دونك راهو التلقيح يحميك معناتها انا نتصور في الكارثه كان جينا ما لقحناش والكارثه باش تشوفوها في بعض البلدان الافريقيه راهو باش راها انا نعرف منيح البلدان الافريقيه والبلدان المجاوره راهو باش تجيهم كارثه كبيره خاطر عندهم تاخير في التلقيح يعني بالنسبه للمغرب هي الاولى ويمكن تونس الثالثه ولا الثانيه في نسبه التلقيح على السكان لكن فما بلدان متاخره في التلقيح تو تشوفوا شنو باش يصير فيهم بيان سور اذا كان ارقامهم تكون فيها شفافيه. باهي دكتور لهيذا باش قالك في المساعدات الاخيره باغابوغ للتلقيح اللي جاتنا والا المساعدات الطبيه
فما مساعدات طمنوك فرحوك فما حد قلقوك؟ انا ديما المساعدات في العالم راه كل ما تصير كوارث في العالم العالم كله يتحرك معناتها كيما الزلازل كيما الفيضانات كل حاجه عاديه بالنسبه للتضامن العالمي. لكن انا كي نشوف بلاد ما تصنعش التلقيح وهي تعطينا تلقيح منين باش تاخذه؟ هي باش تاخذه من المخبر. علاش انا ما نمشيش للمخبر هذاك ناخذ؟ معناتها انا نقعد محير شويه في بلدان ماهيش هي تصنع في التلقيح وباش تعطينا تلقيح. معناتها هذا هو معناتها باش نعطيه منين باش تجيبه يعني باش تشريه. علاش ما نمشيش نشريه انا من المكان هذاك متحرك؟ وعلاش نتحركوا توا اللي احنا نعيطوا على الكارثه من مش اول شهر رمضان؟ علاش توا تحرك وقت اللي كانوا السياسيين لاهين بحاجات اخرى؟ علاش توا بعد ما تصير عندك 200 وفاه في النهار ولينا نتحركوا؟ معناتها توا ما توا يعني يحتمل في اعلى القمه نتاع المرض وقبش باش نبداو نهبطوا. داكورد علاش الخسائر هذه كل وقتاش حسب رايك نبداو نجموا نبداو نهبطوا؟ كيما قلت لك راهو كيما الصعود نتاع الطياره الفيروس هذايا راهو باش تطلع بصعود معناتها سريع. لكن الهبوط راهو حتى كان باش نقعد نعمل في ثلاثه اربع وفيات في النهار راهو برشا معناتها بيان سور برشا بالطبيعه. دونك خلينا نوفيو شويه بنوت بوزيتيف قبل ما نستقبلوا تليفونات ليزوديتور على 31 380 ألف. نذكر تليفوناتكم الحلول شو ما الحلول خلينا نذكروا كيفاش نجموا نتعادوا الازمه هذايا دكتور لهيب. الحلول عملوهم بعض البلدان توا بسيف وحتى الخدمه الانتاجيه مش كبيره ياسر والمدارس مش ماهيش مفتوحه والجامعات مش مفتوحه. توا وقت نتاع حجر صحي توا تعمل حجر صحي وراه حمله نتاع تلقيح كبيره ياسر. حمله انا ديما نقارنها بحمله انتخابات. عمل لي حمله كيما نتاع الانتخابات وعمل لي حجر صحي تام. حجر صحي تام قديش مدته باش يكون باش يعطي نتيجه؟ على الاقل 21 يوم على الاقل ثلاثة اسابيع. نعملوا ثلاثة اسابيع نحسبوهم عطله نحيهم حتى من العطله نتاع الناس معناتها من العطله السنويه باش نمنعوا من ارواح نتاع بشر. يعني عطله نتاع ثلاثة اسابيع وراها حمله تلقيح كبيره فيها بورت ا بورت فيها انت تمشي للقرى انت تمشي للدور المدن الكل وتلقح للناس ويكون فما بعض القطاعات يكون تلقيح اجباري. القطاعات الصحيه يسموك اجباري راهو مش نتلفت نلقى انفيرمي بحذايا ماهوش ملقح راهو مخترع ياسر حياته هو حياه المرضى ولا الطبيب ماهوش ملقح. يعني يكون اجباري على بعض القطاعات من الامن من الجيش من العديد من القطاعات. وبعد فما حلول اخرى ان نسيبوا التلقيح مثلا شركه اجنبيه في تونس تشغل في 1200 عامل نقولوا ينجم هو يستورد هو التلقيح ويلقحهم بالطبيعه يتعداو على اللابوراتوار دو ميديكامون يتعداو على الكونترول نتاع وزاره الصحه. يوفر هو التلقيح الألف ما تحب الخدمه نتاعك ما يقفوش وتحب المصنع نتاعك ما يتوقفش جيب انت تلقيح وتعطيك التاشيره وزاره الصحه. اذا كان عندك نزل اذا كان عندك مصانع كبيره تشغل في برشا ناس نسيبوا القطاع الخاص انه يشري تلقيح للعاملين نتاعو. هذه حاجه. ومن بعد بالنسبه كي باش تسكر تعمل حجر الناس اللي عملوا تلقيح نوليو نعطيهم اكثر ليبرتي تطبيقة سهلة ياسر العالم كل يعملها حتى البلدان حتى بعض البلدان الافريقية راهو عندهم تطبيقة تصور كينيا عندهم تطبيق وعاملينها توانسة راهو توانسة مهندسين توانسة عاملين تطبيقة نتاع كينيا انهم كيفاش يتنقلوا بالكيو ار كود بالناس فاكسيني. واحنا في تونس ماناش مستعرفين بالشباب نتاعنا اللي شنو ينجموا يعملوا. دونك حجر شامل اقل مدته ثلاثة جمعات مينيموم ومن بعد نتعدوا ديريكتومون لحامل التلقيح في وسط الثلاثة اسابيع هذيك نعملوا التلقيح يصير التلقيح لل 70% نتاع المواطنين. اي صغيرات مالوغزمون حسب ما فهمت حسب ما سمعت اللي التلقيح مازال ماهوش افيكاس عليهم اللي اقل من 12 سنة مازال ما فما حتى شيء بروف اللي التلقيح ينجم يعطينا. احنا فما بلدان بدات نتاع الترونش نتاع 12 22 اقل معناتها مبدئيا تو ما فماش خطوره كبيره عليهم لكن بالتحولات مع الغونتخي لا التحولات في السلالات ولا خاص ولات تضرب حتى نتاع الترونش نتاع 12 22. واذا كان نحبوا ننجحوا السنه الدراسيه الجايه اللي هي السنه الدراسيه اللي فاتت عملنا شطرها براتيكمون خاطر يعملوا نهار بعد نهار يقراوا تعديت كلها هكاك وشفتوا حتى الكونسيكونس على شنو صار في النتائج نتاع المناظرات. اذا كان نحبوا ننجحوا الموسم الدراسي كان نحبوا ننجحوا الاقتصاد نتاعنا راهو لازمنا نجريو باش نخلطوا نلقحوا الترونش هذه نتاع 12 22. الترونش هذايا نبارك لك بنجاح ياسين تلميذك تلميذي مبروك ياسين التحقوا بالليسي بيلوت ومبروك زاد الزملاء الكل خاطر باش يغيروا راهو دونك الكل 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 سون اكسبسيون مبروك ليهم. نستقبلوا تليفونات ليزوديتور نتاعنا على 31 380 ألف. كان عندكم اسئله الدكتور ذاك لهيب فاصل ونرجع لكم في الماك دي كانت. نبداو نستقبلوا تليفونات ليزوديتور نتاعنا والاسئله نتاعهم اللي كنتي دكتور ذاك لهيب معايا علي من سوسه. صباح الخير علي.
الو، عسلامة، مرحبا بك. مرحبا بك يا سيدي. يعيشك يعيشك. الو علي، سؤالك الدكتور ذاك اللي هيذب. دكتور اللي هيذب، عسلامة. عسلامة، مرحبا. مبروك نجاح ياسين اخويا. عايشك، يبارك فيك. بربي انا غدوه المدام عندها فاكسان العشيه، الاربع نتاع العشيه، وعندها تونسيون هي، وتستعمل في دو سور دو كومبريمي. دو سور دو كومبريمي استعمل فيها نتاع تونسيون. دابيتيود تخدم الصباح، هي تخدم الصباح مع 9 ونص. الطبيب نتاعها قالها تخدم الصباح. هي غدوه الفاكسان العشيه، اسكو غدوه تاخو تريتمون نتاعها الصباح نورمال وتعمل الفاكسان العشيه، ولا غدوه سبيسيالمون تولي تاخو الدواء بعد ما تعمل الفاكسان؟ خاطر سمعت انا بكري كانك قلت تولي تاخو تريتمون بعد بعد الفاكسان. لا، سؤال ممتاز. اما يلزمك تواصل نفس البريز نتاع الدواء، الدواء تاخذه في نفس الوقت، لكن الفرق الوحيد اذا كان عندك اله نتاع قيسان تونسيون تحاول تقيس لها ليله بعد ما تلقح، وتقيس من غدوه الصباح، وكهو باش تعرف الدم طلع اكثر ولا لا، خاطر باش تصير شويه اوجاع في الراس، فما ناس تصير لهم اوجاع صداع في الراس. اسكو هذاك من الفاكسان والا من التونسيون؟ يلزمنا نقيسوا الدم باش نعرفوا. اما راهو متبدل، ما تغير حتى شيء، تاخذ دواها في وقته، مش ميصيرش حتى تغيير في المستوى نتاع ضغط الدم، تاخذه في وقته وتمشي تلقح على روحها عاديه. معناتها 80% ماهوش في سر لها حتى شيء، في ال 20% الحالات الاخرين باش يصير نوع من الصداع، يلزمنا نعرفوه من الفاكسان والا من التونسيون. يعني غدوه هي تاخذ تريتمون نتاعها الصباح 9 ونص وتمشي تعمل الفاكسان نتاعها العشيه نورمال عادي. بالضبط، تواصل هكاك. اما اذا كان عندك اله نتاع قياس نتاع الدم، حاول تقيس لها ليلتها ولا تقيس لها من غدوه الصباح. ربي يفضلك. شكرا. بارك الله فيك. يعيشك يا سي علي. يعيشك يا سي علي. ميرسي بوكو. ان شاء الله بالشفاء للمدام. نستقبلوا تليفون اخر. شكون معنا في التليفون؟ عسلامه. عسلامه مدام زهره، صباح الخير. الو عسلامه. مرحبا بك مدام زهره. عسلامه. سكر الغدو اللي بحذاك. يعيشك مدام زهره. تسمع. نعم. سكر الغدو، تسمعنا في التليفون مدام زهره. قاعده نسمع فيك على التليفون. تري بيان. بيه، مرحبا مدام زهره. شنو سؤالك الدكتور ذاكر لهيذب؟ انا الدكتور ذاكر لهيذب يعرفني مليح في لوبيتال ميليتير زهره بنت جماعه، نقول له مشي بواب راجلها كاردياك يعدي عنده الكل. يا يسمع فيك. مرحبا مرحبا. عسلامه. عسلامه، مرحبا. فكرتني. اي 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 بواب. شنو مشي بواب اللي داوي عندك؟ اي نعرفوا. لا نعرفوا ان شاء الله. لاباس ان شاء الله. نعرفوا. ولا عملنا هو عسلامه وهربت عليه وخليت حي البلاصه. على كل حال عيشك ربي يبارك لك. انا تو احنا عملنا الفاكسان، هو عنده سافي دو موا من اللي عمل الثاني، وانا عندي شهر ونص من اللي عملت 23 مي اخر فاكسان عملته دوزيام فاكسان. اي وهو قعد تو عنده حكايه دي جور هكاك قاعد يكح، وكل ما ساعات تجي هاك البرونشيت وياخذ هو فك الدواء عاطينه له جماعه النمو والكل، قاعد يكح هكا بالبلغم والكل. يا اخي انا صندي اللي تعدى ولات عندي سخانه والكل. صندي ديمونش لندي لندي حطيت هكا كربة تيري شويه ما نجمش نقوم، وعندي ولدي فارماسيان جاني عمل لي تيست تلقاه بوزيتيف، وقلت له مالا انا ثلاث سمان ما خرجتش بالكل، مش قاعده نخرج. ما كونفينمون لا سوق لا شيء ما نخرجش. قلت له مالا بوك بوزيتيف، كي دخل هو البوزيتيف، معناها هو العديمي. وبعد نهارين زاد ولدي مرض، تويك عنده 4 جور ولدي زاد بوزيتيف. نسمع فيك. هو راهو بعد التلقيح راهو فما امكانيه انه واحد يمرض، ما ان شاء الله ما تجيش حاله قويه بطبيعه، ماهيش حسب ما سمعتك ماهيش حاله قويه، باش يجيك شويه وجيعة في الراس، كرباتور. اي كرباتور وخشمي، معناها كان مسدود ولا نشم ما نلقط على حتى شيء. وعندي شويه كح انا، فمن بعد انا نتعطيك من بعد النجم نمشوا نعملوا سكانير ولا حاجه ولا كونسلتاسيون. لا هذيك ماذا بيك زاد تشوف زاد طبيب العائله، يعني خاطر الاختصاص نتاع القلب والتونسيون اذا كان عندك الماكينه نتاع التونسيون تقيس له بالطبيعه كما العاده تتبع. اما بالنسبه بالنسبه للادويه اللي باش تاخذهم الوقت هذاك لازم تشخيص من طبيب العائله اللي على عين المكان. دونك هذيك اهم حاجه. اما راهو بالنسبه لعبد يلقح ان شاء الله بقدر الله في 95% ماهيش باش تجي حاله خطيره، مش تجي حاله فيها اعراض خفيفه وتتعدى ان شاء الله. اي انا تو عندي جمعه من المريض، معناها صدام عندي شيء. لا لا ان شاء الله لاباس. الحمد لله. ان شاء الله لاباس. لطف عليك زهره، ان شاء الله لاباس. اللي كنتي والعائله الكل. ميرسي زهره اللي كلمتنا، يعطيك الصحه. ذكر نمرونا 31380 الف كان عندكم اسئله الدكتور لهيذب. احنا مازلنا معاكم ومعنا توا مني من تونس. صباح الخير مني، مرحبا بك. وي عسلامه. عسلامه مني، مرحبا. عسلامه يعيشك. معك دكتور لهيذب.
وي على السلامة دكتور. على السلامة مرحبا. على السلامة. باش الكيستيون تاعي كونسيرن معناتها لي باسيون اللي عندهم ديز اليرجي ملتيبل. معناتها أنا عندي أمي بون عمرها 58 عام عندها اليرجي للبينيسيلين، للاسبيرين، ليزونتي انفلاماتوار ستيرويديان، ديز اليرجي اليمونتير. Du coup, خايفين من الفاكسيناسيون، سيرتو اللي هما لي فاكسان في دي سنتر معناتها كيما قلت ماهمش ماهمش إيكيبي معناتها في دي كام تاع دي زاليرجي غراف. هو راهو الحساسية من الدواء راهو حتى الدواء تاخذه نتاع وجيعة نتاع راس نجم يعملك حساسية. لكن أغلب الحالات اللي عندهم أليرجي للبنسلين وريناهم زرقوا وريناهم عملوا الفاكسان ما صارتش حساسية كبيرة. وفما ناس ما عنده حتى حساسية في حياته ما يعرفش يروح وعنده أليرجي من حتى شيء يزرق الفاكسان وتعمل له حساسية ويوصل حتى يقعد يزرق في أدوية ضد الحساسية. يعني احنا أهم حاجة أنه اللي عنده شك في حساسية مش ما يزرقش، يزرق التلقيح نتاعه لكن يقعد أكثر وقت في السنتر هذاك. وإلا إذا كان عنده فما نعرفهم فما ناس امرأة ولا راجل يبدأ عنده في الساك نتاعه أدوية ضد الحساسية يكون يجيبهم معاه نهار التلقيح. اذا كان يحس باي اعراض نتاع حكاك ولا نتاع ضيق تنفس ولا نتاع حموره ولا حاجه ياخذ الدواء نتاعو باش ما مستانسين. هما اغلب الناس اللي عندهم الحساسيات الكبيره مستانس يعرف كيفاش يتصرف وقت تجي الحساسيه، ولهذا يجيب الدواء نتاعو نتاع الحساسيه معاه ويمشي يزرق. انا هذا رايي. ما الفيروس اخطر برشا من الحساسيه، الفيروس اخطر من الكريز نتاع الانفلاكسي حتى كان موجود المواد موجوده وفما طبيب على عين المكان وباش يقعد يعس عليك نص ساعه مش يقعد درجين بركه اللي عنده حساسيه، ولهذا ما تفلتش الموعد نتاعها احسن. سنتر ايكي معناتها كان يصير معناتها شوك اليرجيك معناتها قويه السنتر ايكيبي ينجموا ياخذوها اون شارج كان فات حاجه. بالطبيعه فما طبيب على عين المكان وطب معناتها طب نتاع صحه عموميه معناتها عندهم خبره كبيره الموجودين على عين المكان. داكور يعيشك دكتور ميرسي. يعطيك الصحه موني ميرسي بوكو. نمشيو لسوسه دكتور لهيد ومعنا اميره. عسلامه اميره مرحبا. الو عسلامه. عسلامه مرحبا بك. عايشك عشرتي. سؤالك اميره. حبيت نوصل جوست معلومه معناتها. اي اي كيفاش فما دي ميدسا وفما دي ريزيدون ما همش ملقحين ويخدموا في الوحدات كوفيد معناتها لحد الان تو مش ملقحين. معناتها الريسك الكبير هذايا عليهم كيفاش يجي فهمت؟ اني نمشي للسنتر لقحت لامي في صغار على الاخر يلقحوا ونقعد بيته معناتها كيفاش واحد كيفاش عرفت اللي هما مش ملقحين؟ نعرف فما الدكتور بوكيت البارح في التلفزه قال فما ليست تبعثناها وانتم ما بعثولهمش يخدموا هكا تبعوا البرنامج البارح في القناه الاولى. الدكتور بوكيت قال رحنا بعثنا وعبعثولهم ليست ولحد الان والله يخليهم كيفاش معناتها حتى برا مش يلقح توا نعرف نتصور قريب يبعثوا لهم هما. اما نتصور اللي عاديو في لي تيست دكتور لهيدا هذوما نتصور مش يحطوهم هكاكا يعني. لا هو كل اللي في المستشفيات نعرفهم المستشفيات الكبرى اغلبهم ملقحين. ممكن يحتمل فما ناس تخرجوا جدد ودخلوا توا معناتها في 2020 ما كانوش اطباء توا ولا اطباء في 2021 في الدوره الاخرانيه يحتمل. مي هذوما راهو اذا كان يقيدوا يخلطوا لهم في ساعه التلقيح يقتلهم لهم بسرعه. بيان سور ماهوش ياخذوا لي ريسك بيان سور. هذوما نتعداو لطيفه. عسلامه لطيفه. عسلامه مرحبا بك. عيدكم مبروك بالمصدق يا ربي ان شاء الله اجمعين. يا ربي يا ربي يلطف بتوينس الكل ان شاء الله. عيد مبروك على توينس الكل. مرحبا لطيفه. ان شاء الله مبروك عليكم الكل ان شاء الله يا ربي. حبيت نسال الدكتور. هي يسمع فيك. عملت فاكسان الاولى والثانيه كملت معناها. اي بعد حسيت تغييرات الشمل فيش لا والحق ما عنديش جريزم ولا نعت الساعات وعندي ليرين سامحني وليت معناها قريب احلى من اللي عملت الفاكسان ليرين نتاعي. لطف عليك. لطف عليك. عايشك عايش بنتي الغاليه. وعندي زوج صغيرات واحده لازم تاعها 6 سنين والاخرى 3 سنين. هاي. اندرا معناها عندهم ينجموا يعملوا تلقيح ولا لا؟ بون اذا اجابك الدكتور مبدئيا في تونس الصغار مازال البرنامج نتاع الصغار اللي هو يحتمل باش يخلط بعد ما يزيدوا يكثروا التلقيح. لكن بالنسبه للسؤال الاول ما عنده حتى علاقه بالتبول وما عنده حتى علاقه بالجهاز الكلى والمجاري البوليه
التلقيح، لكن فما ناس بعد التلقيح يحس فما حاجات تتغير بالنسبة ليه. إذا كان فما حاجة مهمة ياسر ما حكيناش عليها، فما ناس ياخذوا عدوى في الصف متاع التلقيح، فما برشا ناس يتعداو في الصف، برشا ناس يقول كان لاباس عليهم مشى شد الصف بوهم روح مريض، خاطر الحماية ما تصير كان أسبوعين ثلاثة أسابيع بعد الجرعة الثانية، وهو مشى شد الصف برض بعد خمسة أيام. يعني هو راه مرض من الصف هذاك. إذا كان فما شك ولا فما أعراض ولا حاجة يمشي يعمل التحليل نتاعو في أقرب وقت. دكتور، من المحب الواحد قبل ما يمشي يعمل التيست، يمشي يعمل تلقيح يعمل تيست؟ أنا الحق مرة حتى انترين ويمشي يعمل تيست قبل التلقيح، خاطر راهو الناس اللي مرضوا بعد التلقيح كلهم راهو مرضوا في الزحمة هذيك ومرضوا في الصف هذاك، لازمنا نردوا بالنا برشا، يلبس كمان معناتها من كاليتي باهية مش شكل قماش راهو فيهم دوبل، وإلا واحدة الأخرى الاف اف بي 2 البيضة راهو يتلموا كل تجمع نتاع ناس راك تنجم تعدي بالخس سلالات جديدة تعدي حتى على زوز مترو وأكثر. داكوردو، نمشيو لصفاقس دكتور ومعنا عادل. عسلامة عادل، مرحبا بيك. عسلامة بيك يعيشك. عسلامة يا دكتور. عسلامة، مرحبا. بالله يا دكتور فريسك، راني سمعت الإجابة ثم شكون سبقتني بالسؤال على الحساسية على الدواء وبعض الحاجات اللي ناكلوها فيها كالسيوم. ديجا فهمت سمعت الإجابة، مشكور. أي؟ والمناشدة براس أمك نحب نتوجه لزوز سياسيين، ما نجمش نسميهم. باستثناء الصحافة معناها نادوا بالتلقيح للشعب التونسي كله. أي. بربي ثم زوز سياسيين نجمش نشكرهم عبر الإذاعة نتاعكم إذا كان مش ممنوع ونذكر أسماء. أشكرهم. تترى شكون تحب تشكر؟ شكون سعاد؟ السيد محسن مرزوق. أهي. والسيد أسامة الخليفي عاظم الزوز. وذاك بن مبارك نسيت اسمه. أي. هذوما ثلاثة الوحيدين معناها يا ناس القحل التوانسة، يا ناس التلقيح، يا ناس التلقيح. برشا عبيدي يناديو على التلقيح يا سعاد. شكري ليهم. الصحافة والطب نادوا بصراحة. أما السياسيين هذوما الثلاثة الوحيدين نشكرهم وبارك الله فيهم. باهي سي عادل، دونك سؤالك جاوب عليه ديجا دكتور لهيدبه. لا جاوب عليه ديجا الحساسيه على الحساسيه. ويرحم الوالدين يعيشك. يعيشك ان شاء الله. لاباس سي عادل. دونك مازال عندنا تليفونات، دونك نذكر بنمبرونا 31 380 ألف. كان عندكم أسئلة الدكتور لهيدا، ولا انت تحبش توضح حاجه دكتور من اللي سمعته الكل قبل ما نتعدى؟ انا باش نزيد ننبه على الصف نتاع التلقيح. ردوا بالكم، راه قاعدين نلاحظوا في برشا ناس يتعداو من الصف، يردوا بالهم على والديهم. اللي نجم يخليه في السياره ويخليه في اخر وقت يهبط باش يلقح يخلط الدور نتاعو. اذا كان فما بوسيبيليتي بالنسبه للكبار انهم الوحدات تتنقل لهم باش يلقحوا لهم، لكن ديما ردوا بالكم برشا من الزحمه هذيك نتاع مراكز التلقيح. داكورد. اي زحمه بصفه عامه؟ اي زحمه هي بصفه عامه. اي زحمه بغيض هذه التوافات شختاروا العلوف زاد دكتور لهيدب. حتى اي تجمعات اي تجمعات تخوف، اي تجمعات فيها خطوره كبيره، تجمعات التنقلات بين الولايات. معناتها توا احنا مش كيما راهو الحركه نتاع الطلبه نتاع التلاميذ كانت كثرت برشا من النقل، توا راهي باش تنقص. اما راهو ديما لازمنا توا نحضروا رواحنا للموجه نتاع سبتمبر اكتوبر. دونك فما موجه في سبتمبر اكتوبر. هذا الفيروس على الاقل الفيروس هذا يتعامل معنا هكا، لازمنا احنا نتعاملوا معاه بسرعه اكثر بتوفير التلقيح. ماذا بينا زاد كان يوفرونا التلقيح نتاع جرعه بركه. توا تصور اللي تعبوه توا زملائي في الطب العسكري ومشاو المناطق مش عاودوا يرجعوا لهم، مش عاودوا يرجعوا. تصور كان جرعه بركه راهو كملوا المناطق هذيك مشيت لهاو بمناطق اخرين. نحاولوا نوفروا التلقيح اللي فيها جرعه بركه ونبعدوا شويه. راهو كل دواء في العالم راهو فيه اعراض جانبيه، نبعدوا شويه على تخويف العباد. حتى احسن تلقيح اللي يحبوا عليه العباد يقول لك اعطيني هذاك ولا لا، راهو عمل لي فين ديزيراب جوستوم باش عباد يقول لك اون ديغي تليفون، عرفتك اللي انا عندي هذا وانت عندك هذا. دونك العباد ولات تختار في التلقيح. راك ماكش تختار في دبش ولا تختار في اله ولا تختار في حاجه، اخلط اعمل تلقيح راهو سباق ضد الساعه. يعني لقح بالموجود، لقح بالموجود غير هكا ترى حتى يلقحوا بالتلقيح. التلقيح اللي الغالب فما بعض الاطباء يخرجوا حتى في ميديا ويقول لك راهو التلقيح هذا خير من هذا. لا مش صحيح. اخلط عملي تلقيح حتى كان مرض هكا ترى المريض نتاعي اللي نعرفه مليح وان شاء الله ربي يشفيه. حتى كي مرض باش تجيه اعراض خفيفه باش تتعدى ان شاء الله. داكور. دونك لقحوا باي تلقيح موجود، اي تلقيح تخلط عليه اي تلقيح تخلط عليه لقح لقح ميسالش به. نمشيو لبن عروس معنا منيره. عسلامه منيره. عسلامة يا صاحبي. مرحبا، صباح النور. اللي حبيت نسأل الدكتور ونوسع عليك شوية برك يعني تفهمني شنو نقصدو. سامحني منيرة، اذكر الراديو محلول ساعة بحذاك. بعيد عليا. سكروا فوالا فوالا وعيط شوية خلينا نسمعوك مليح يا منيرة. سامحني.
اي تفضل للا نسمع فيك للا مرحبا بالله حبيت انا الدكتور انا الجمعه اللي فاتت عندي بنتي كلها طلعت قلقه كرشها وكل شيء ودياري والكل هزيتها للجونس قالوا لي كورونا قد ايه عمرها بنتك سامحني منيره بنتي عمرها 25 سنه باه اوكي هزيتها مشيت للفارماسي خاطر ما فيش كورونا بحكم معناها السبيطار معدي برشا عباد قالوا لي كيفاش تعمل الاكسجين ما فيش كيفاش نعملها معدي بلادي مشيت هزيتها للفارماسي خذيت لها تيست عملها تيست خرجت نيجاتيف فهمت وبالنسبه للاكسجين 97 روحت بها الجمعه اللي بعدها خوها شويه هكا تقلق وكل شيء تو انا عندي 11 يوم حاصرته في الدار قلت ما تخرجش لبسها تو ما عنده حتى شيء بنتي عاودت رجعت نفس الحكايه مره اخرى عندها سخانه شويه ودمها كله فشل وانا عندي فاكسان اليوم ماضي ثلاثه ونص قالوا لي مش فاهم الفاكسان بس انا ناجل الموعد نتاعي على خاطر بنتي مريضه شكون يعرف انا نبدا نخسر عدوى ولا حاجه واما نمشي نزرق ولا مش عارفه شنو نعمل مش نجم مش نعاود نعمل دي تيست اخرين راني والله ماني قادره 42000 تيست يعني ما نجيش نعملها فهمت كيف؟ مش عارفه شنو نعمل يعني نجيب الدكتور ينصحني شنو نعمل يعطيك الصحه يعطيك الصحه سؤال ممتاز انا بالنسبه لي اولادك احسبهم راهو مرضى بالكوفيد معناتها اي اعراض هكا نتاع سخانه نتاع اعراض تنفس ولا اعراض نتاع جرين جوف نحسبها كوفيد انا بالنسبه لي انت بيدك زاد تحسب روحك كاينك عندك كوفيد انا من رايي تاجل التلقيح نتاعك خاطر انا من غير ما تمشي تعمل تلقيح تعمل تحليل انا بالنسبه لي كنتي تعمل حجر روحك كيف كيف وما وتاجل التلقيح نتاعك خاطر انا يعني عندي سنتي تو شهر توفيت نفس الحكايه مرت بالكورونا عندها 40 ماشي بلاش وعملت فيه وعملت الزريقه واللي طلع اوفر دوز توفيت بالحكايه هذيا حسيت عليه يحتمل ما فماش علاقه بينها وبين التلقيح ماهيش ما فماش اوفر دوز في التلقيح التلقيح معناتها ماهوش دواء باش يعمل رقبه الجمعه سامحني رقبه الجمعه في السبيطار 12 يوم وقال لها راك خذيت انت مريضه بالكورونا وجبت خذيت كي عملوا تحليل قوى كورونا وخذيت الفاكسان هذيك نتاع كورونا وليت لها قويت على الزرع ما تقبلتهاش هذاك علاش هذاك علاش بالنسبه ليك انت يلزمك توخر التلقيح نتاعك الافضل وتحسب روحك وتعمل حجر تحسب روحك كانك انت مريضه ما دام تسكنوا فرد دار انت واولادك بارك الله فيك ربي يخليك لطف عليك منيره ان شاء الله بالشفاء ليك والعائله الكل سؤال ممتاز اي سؤال ممتاز دونك دو بريفيرونس كي واحد يشك في روحه يوخر يوخر احسن يوخر دونك خلطنا الفان دو ليميسيون بور كونكلور دكتور ذاك الله يهدف شنو نجمو نقولوا للتوانسه اللي يسمعوا فينا بور كونكلور باش نقولوا لهم راهو صحيح كل شيء احنا رميناه توا على المواطن راهو صحيح اما المواطن زاد يلزمو كي نراو بعض العروسات نراو الناس تجمع فما امراه جاتني البارح قلت البارح جاتني العياده قالت لي اللي توفاو قدامي عاملين فرق توفاو بالكورونا عاملين فرق والناس تاكل معناتها راهو مش كل شيء زاد حتى المواطن زاد يرد باله شويه معناتها ما يقعدش الناس البوليس يعس على كل دار راهو فتره ونتعداوها وبالنسبه للحكومه انا راه نطالب بحجر نتاع 3 اسابيع في العطله اللي ماهوش باش يضرنا اقتصاديا برشا نكملوه بحمله تلقيح كبيره ياسر دونك الحل هو الحجر الشامل الصحي مده 3 اسابيع وان باراليل نبداو بالحمله التلقيح نتاعنا انت تقولي باش تهبط باش نرتاحوا شويه لكن باش تكون فما اون ريبريز موجه اخرى في سبتمبر اكتوبر هذا هو لي استيماسيون انتر سبتمبر اكتوبر باش تعاود ترجع دونك سيسور احنا الناس الكل ردوا بالكم على العيد زاده من حاولوا نبعدوا التجمعات لي يفضلكم نذكروا بالديستانسيسيون هكا وليدك بالضبط والتلقيح التلقيح والتجمعات العائليه ردوا بالكم التجمعات العائليه اكثر حاجه نجم تعدي توا في البيريود هذيا وبيريود العروسات وال فوالا دونك قيدوا ولقحوا باي تلقيح يجيكم قيدوا ولا تلقيح باش يجيكم معناتها تلقيح ممكن زاد حتى هو يتنقل يجي للناس فوالا من اللي ينجم يقيد ويسهل علاش يعني علاش لي حتى قبيله دونك عميد نوفل عميره اللي هو رئيس نقابه صيدليه الخاصه قال اللي هما زاد ينجموا ومستعدين باش يقيدوا العباد يجيو للفارماسي وحنا نقيدوكم ولين يجيو التلقيح وهكاك تصير حمله التلقيح. بالضبط. ميرسي بوكو دكتور باكر لهيدا بيعيشك سنين دائما ميرسي بوكو وحنا نعطيكم رونديفو ابارتيغ دونك غدوه كالعاده العشره نتاع الصباح هي طيبه الناس الكل باي باي.